هل يمكن للسماء أن تمطر ذهباً؟ طبعاً لا، لكن يمكن أن تمطر ما هو أغلى من الذهب. قد يثير اختراق كرة نارية الغلاف الجوي وارتطامها بسطح الأرض هلعاً لدى البعض، إلا أنه يمثل فرصة ثراء للمنقبين عن النيازك للحصول على قطعة نيزك نادرة قد تباع بأسعار خيالية. فما هو النيزك؟ النيزك هو جسم صلب أو جسيم انفصل عن كويكب أو مذنب يدور حول الشمس، يحترق عند دخوله الغلاف الجوي للأرض ويشكل تأثيراً ما يعرف بالنجم الهاوي الذي له ذيل من الضوء الساطع. والنيازك التي تصل إلى سطح الأرض دون أن تتفتت تسمى الحجر النيزكي. الأحجار النيزكية هي صخور انفصلت عن كويكبات بين المريخ والمشتري، ويمكن أن تزن أكثر من 60 طناً. تساءلتم عن سبب سقوطها؟ بعد اصطدام الصخور أو الكويكبات ببعضها في الفضاء أو انفجار كواكب أو حمم بركانية في كواكب أخرى، تتطاير نواتج هذا الاصطدام أو الانفجار في الفضاء وتستمر في التحرك لملايين السنين حتى تقترب إلى أحد الكواكب وتصطدم بها، وبفعل الجاذبية الأرضية تنجذب تلك الأحجار للمرور عبر الأرض. تعتبر إفريقيا موطناً ثاني أكبر التجمع النيزكي بعد القارة القطبية الجنوبية، هذا ما يجعلها قبلة للعلماء وجامعي النيازك وتجارها، خصوصاً مناطقها الشمالية الغربية. وتتحدث أرقام رسمية عن مساهمة البدو والمستكشفين المختصين في إيجاد ما يقرب من 12,000 نيزك في صحراء شمال إفريقيا. فما إن تحرق كرة نارية فوق السماء، يتسابق صائد النيازك إلى منطقة وقوعها، متسلحين بجهاز الكشف عن المعادن وآمالهم بأن يصبحوا أثرياء. في هذا البحث على البدو والرحل، فهم أكثر الأشخاص معرفة بالصحراء وشعابها لتحديد مكان سقوطها، أو يكون البحث عشوائي بالكاشف علهم يجدون قطعا حديدية تفيدهم، وهي بمثابة مغامرة تستغرق أياما طويلة، فبقدر صعوبة البحث تكون الغنيمة وفيرة. قصص كثيرة لأشخاص تحولوا إلى أثرياء من خلال بيع النيازك، أشهرها قصة صانع التوابيت الذي كان يعمل بجوار منزله في أندونيسيا. عندما سقط نيزك باهظ الثمن على شرفة منزله، قدرت قيمته بنحو 850 دولار للغرام الواحد. نظراً لندرة وقيمة هذه الأحجار من الناحية العلمية باعتبارها أقدم جسم استطاع الإنسان أن يحصل عليه، فإن الطلب عليها يتنامى أكثر فأكثر،
ويمكن أن تصل أحياناً قيمة الغرام الواحد من بعض الأنواع النادرة إلى أكثر من $1,000. ماذا عنك؟ هل كنت تعلم أن النيازك ثروة تغير حياتك؟